دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بآلاف الجنود داخل قطاع غزة مع استمرار القصف المدفعي والغارات الجوية. التغلغل الإسرائيلي داخل القطاع تزامن مع محاولات دولية لفرض هدنة إنسانية في القطاع المحاصر. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على هدنة مؤقتة دون إطلاق سراح الرهائن الموجودين في غزة. وهنا يأتي السؤال، هل يرضخ الاحتلال لضغوط الهدنة؟ إيه هو موقف الشارع الإسرائيلي والحكومة من الهدنة مع حماس؟ خلينا نعرف كل هذه التفاصيل من المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية فراس ياجي. مساء الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا معاك في أهلا بحضرتك معنا في برنامج التاسعة. بعد التحية يا فندم، يعني هل ترى أن إسرائيل سترضخ أو ستوافق على هدنة إنسانية بالرغم من أنها يعني مع خروج جو بايدن وخروجه بتصريحات عن أن هناك هدنة لمدة 4 ساعات هدنة إنسانية، ثم يخرج علينا بنيامين نتنياهو وينفي الوصول لاتفاق لهذه الهدنة؟ يعني نتنياهو بالأمس تحدث عن أن هناك مفاوضات بخصوص هدنة إنسانية، وهو الذي يتحمل مسؤولية ما يحدث للمحتجزين والأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة. حتى الآن المشكلة الأساسية في الوصول هذه الهدنة هي لدى الحكومة الإسرائيلية وبالذات لدى نتنياهو. نتنياهو يحاول أن يكسب الوقت لعله يعمل شيء على الأرض ويأتي بأي صورة من مشاهد النصر، وهو كثيرا تحدث عن مستشفى الشفاء ويحاول له 5 أيام للدخول إلى مستشفى الشفاء، وهو مستشفى فيه مرضى وجرحى وأطفال خدج وطاقم أطباء وممرضين ونازحين، لا يوجد شيء آخر، ولكن هو يحاول أن يثير قضية ما إعلامية أجل أن يقول أننا حققنا نصر، ثم إلى هدنة بهذا الخصوص. اليوم تحدث الناطق الرسمي باسم القسام وقال أنه نحن عرضنا هدنة لمدة 5 أيام، وعرضنا الإفراج عن 50 محتجز من مزدوجي الجنسية والمدنيين الإسرائيليين، وقد يصلوا إلى 70. لماذا قد يصلوا إلى 70؟ لأن 20 التانيين مش موجودين مع القسام، موجودين مع فصائل أخرى من المقاومة، لذلك لا يمكن حصر حتى المحتجزين المدنيين دون أن يكون هناك هدنة إنسانية بهذا الخصوص. تجري ضغوطات ومفاوضات تتقدم أحيانا وتتراجع أحيانا، ولكن كل المسألة الآن هي في الملعب الإسرائيلي وفي ملعب نتنياهو، ونتنياهو حتى الآن لم يعطي موافقة بهذا الخصوص. طيب يا فندم، لأي مدى يمكن أن يصمد بنيامين نتنياهو امام يعني الداخل الاسرائيلي؟ تابعنا مظاهرات في اسرائيل، يعني هم يطالبون بعوده الاسرى مره اخرى، حتى يمكن لو تابعنا حسب استطلاعات للراي في البدايه يوم 7 اكتوبر او بعد 7 اكتوبر كان الداخل الاسرائيلي يؤيد الدخول العسكري، اما الان فهو غير مؤيد. لأي مدى يستطيع نتنياهو أن يقف أمام هذه المظاهرات وأمام الداخل الإسرائيلي؟ يعني نتنياهو ما دام يشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية تعطيه الضوء الأخضر، ويتحدث جوزيف بوريل عن المستشفيات والطاقم الطبية وكأنها دروع بشكل، طبعا نتنياهو سيستمر في موقفه الرافض للهدن وموقفه الرافض وقف إطلاق النار. واحدة المعضلة الأساسية أن لدى نتنياهو مشكلة شخصية، مشكلته الشخصية أنه يريد أن يطيل المعركة لعله يحدث شيئا قد يعفيه من حكة، لأن الغالبية العظمى الآن في الرأي العام الإسرائيلي لا تريد نتنياهو. لأول مرة في حرب تحدث في إسرائيل يتم الحديث فيها ومطالبة نتنياهو بالاستقالة. حتى الآن نتنياهو لم يقل أنه جزء من المسؤولين عن الأحداث التي صارت في 7 أكتوبر، وحين سألوه عن ذلك قال هل سئل الرئيس الأمريكي جورج بوش عن أنه مسؤول عن أحداث 11 سبتمبر؟ يتهرب من كل شيء، وهو يفكر بطريقة شخصية أكثر ما هي مصلحة للبلد. حتى أن توماس فريدمان اعتبره أخطر عامل من العوامل التي خطرة على دولة إسرائيل هو وجود نتنياهو في داخل الحكومة. في نهاية المطاف لا يوجد مفر أمام نتنياهو وأمام الحكومة الإسرائيلية إلا الذهاب لمسألة تبادل الأسرى، ولا يوجد
مفر أمامهم إلا البدء بهدنة إنسانية، يعني قد تأخذ بعض الأيام، ولكنني أنا شخصيا أعتقد أنه سيكون هناك هدنة وسيكون هناك تبادل للأسرى المحتجزين المدنيين مقابل النساء والأطفال في السجون المساعدات وتزويد الوقود، ولكن هو يريد أن يقضي على المسلمين شمالي وشرقي ووسط قطاع غزة حتى تصبح غير قابلة للعيش، ثم يوافق على الهدنة بهذا الفصل. أستاذ فراس ساجي المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية، نشكرك جزيل الشكر.